جميعا بحلقة جديدة وصحبة جديد من يومية، يعني بنهاية هالأسبوع، بنهاية أسبوع كله تعب وشغل وعجقة سير، ما في أحلى من أنه نبلش الويك أند ونختم الأسبوع مع الحظ الحلو والربح والجوائز الحلوة، يعني أكيد مع يومية. قبل ما نبلش بصحبة الليلة يومية 3 4 و 5، خلونا نرحب بمندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة الأستاذ محمد الحاج شحادة. كيف صحتك اليوم؟ ماشي الحال وتحت رقابتك وإشرافك يا محمد. رح ننطلق ونبلش مع أول سحب لليلة يومية 3. ثلاث طبقات رح تختارون مكانة يومية بأول سحب لليلة، شو رح بيكونوا؟ الطابة الأولى يلي رح تبين عنا على الشاشة رح بتكون 9. الطابة الثانية 2. أما الطابة الثالثة 8. 9 2 8. هيدي هي سري يومية 3. إذا 9 2 8 إذا مشاهدينا نقيتوا هالطابات وتكستوا بالدور تتعرفوا شو بتربحوا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 400 مرة، أو إذا تكستوا حيلا أو عشوائيا يعني ما بيهم الترتيب المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 70 مرة. ومن يومية 3 خلينا ننتقل لنشوف شو هن رح يكونوا طابات يومية 4. ومن جديد إلى المكنة، وأربع طابات هالمرة رح يبينوا قدامنا على الشاشة. لليوم الجمعة 4 آب 4/8/2017، وأول طابة ليومية 4 1 2 شو 3 1 2 7. والطابة الرابعة بسري يومية 4 كمان 7، وأول دوبل معنا لليلة 1/2/7/7. حلوين، بس الأحلى تكونوا أنتم مشاهدينا اخترتوا تلعبوا هالطابات. إذا تكستوا بالدور يعني 1 من بعده 2 من بعده 7 ومن ثم 7 المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة، أو إذا قررتوا تكسوا حيلا عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة. بعد يومية 3 يومية 4 بتجي يومية 5، وهلا رح نرجع من جديد إلى المكنة. خمس طابات هالمرة رح يبينوا على الشاشة، وبنبدأ مع أول طابة. صفر مش غلط. الطابة الثانية 2 صفر 2 وكمان صفر، هيدا تاني دوبل معنا لليلة. شو رح بتكون الطابة الرابعة بيومية 5؟ صفر 2 صفر كمان صفر. والطابة الأخيرة، حلو يكون حدا منقى هالطابات، 7 0 2 0 0 7 007 يعني. هيدا هو سري يومية 5. إذن إذا قررتوا تلعبوا هالأرقام بالدور 0 بعدين 2 بيرجع 0 بيرجع 0 بيرجع 7، المبلغ يلي دفعتوه تتعرفوا قد ايه بتربحوا بتضربوه ب 40,000 مرة، أو إذا تكستوا حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 450 مرة. مظبوط؟ مظبوط. إذا بعد يومية 3 يومية 4 ويومية 5 خلينا نتأكد من نتيجة سحب اليوم. معك محمد، تفضل. سحبات يومية ليوم الجمعة 4 آب 2017، سحب رقم 394. الأرقام الرابحة يومية 3 9 2 8، يومية 4 1 2 7 7، ويومية 5 0 2 0 0 و7. واكيد مبروك للجميع، ما هيك محمد؟ اكيد. لكل يلي ربحوا اكيد بنقول لهم الف مبروك، بدنا نتشكرك لوجودك معنا اليوم. لكل يلي ما حلفوا الحظ بنقول لهم انه ما لكم الا انه توجهوا لاقرب مركز من لاليبانيز دي جو والتاكسو، يعني وين في لوتو في يوميه بتنقوا شبكتكم ان كانت يوميه 3 او 4 او 5، وكل ما تكستوا اكثر كل ما فرصكم بالربح بتزيد. الحلو انه فيكم تلعبوا من 500 ليره ل 3000، يعني 500 او 1000 او 1005 او 2000 او 2005 و3000، يعني مش غلط نختم الاسبوع ب 300000 ليره، 400000 ليره، 3 مليون، 4 مليون، 120 مليون ليرة. حلوين. وهلا أنا ما بيبقى إلا لكم بون ويك إند، وملتقانا التنين بالوقت نفسه. باي باي.
يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلون بانك عبر الفيديو تشات. بلون بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقي الانجل. اي ساعة بيفتحوا الفروع؟ يعلى صوتك على صوت التي في. صوت شوي. اي ساعة لا ولا يهمك، خذ وقتك استاذ. اليوم بلون بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. حيكم من الـ LBCI إليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. الأسر المحررون من حزب الله عادوا إلى بيوتهم وبلداتهم. مناب علبكي ونادر صعب في مؤتمر صحفي لوزير الصحة. تتابعون في النشرة أرقام مالية مخيفة على طاولة مجلس الوزراء حدثت صدمة ومخاوف. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي ونيكول الحجر. طاب مساؤكم. قضية صيدلانية منب علبكي صار عمرها 9 أعوام، وبعد هذا العمر الطويل عادت إلى الواجهة مجددا. وقضية فرح القصاب بات عمرها 9 أسابيع، وبعد هذا العمر القصير عادت إلى الواجهة مجددا. قضية منب علبكي سلكت طريقها إلى المتابعة لأنها فتحت ملف الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والتي تدار بمافيا من أركانها أطباء وصيدلانيون. وإذا لم يغربل هذا القطاع نفسه بنفسه، فإن كثيرين سيكونون في ذات الشبهة. أما قضية فرح القصاب التي توفيت في مستشفى الدكتور نادر صعب وتم نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام لوجستيا، فإنها ستعود إلى دائرة الضوء على الرغم من كل محاولات اللفلفة والعجلة. وأحدث معطى في هذا السياق ما كشفه الخبير المنتدب من قبل المجلس التأديبي في لجنة التحقيقات الدكتور ناجي الحايك، من أن هناك مسؤولية تقع على الفريق الطبي الذي كان يتابع الوضع الصحي لفرح القصاب. وبين قضية منب علبكي وقضية فرح القصاب، هل يضع مجلس الوزراء يده على القضيتين لئلا يسقطان في عيب العدالة المتأخرة؟ ملف ثالث تقدم واجهة الاهتمامات اليوم، وهو التقرير الصدمة الذي وضعه رئيس الجمهورية أمام الوزراء ليضعهم أمام مسؤولياتهم إزاء الوضع المالي لخزينة الدولة. ولكن قبل كل هذه الملفات، البداية من مكان آخر، من عودة الأسرى من حزب الله إلى أهلهم وبلداتهم. قالوا لها إن ابنها شهيد ليتبين أنه أسير، واستقبلته بعد طول انتظار جريح. صابرة إنه على إنه ابني مش موجود وأسير وجريح، وبنفس الوقت لأنه أني إنه خلص مسلمي أمري لله سبحانه. خصوصا قدام هيك عدو وهك أشكال، أنت بيناتهم ضل في عزيمة وإرادة لتكسر السجان وتفرجي أنه هو السجان مش أنت اللي سجينة عنده، فعلا بطولة غير عادية. رح نشوفك بيوم من الأيام على نفس الطريق؟ قطعا، قطعا، بدنا نقاتل. جريح الجسد عاد محمد، جرح اندمل مع اندحار الإرهابيين من الشرود. أكيد من أول يوم نأسرنا بتوقعكم بنقالة، لأنه متعودين على القيادة الحكيمة وسماحة السيد. بلدة ياطر التي هللت حتى ساعات الصباح الأولى بعودة ابنها، لم يفارق أهلها منزل الأسير المحرر موسى كوراني الذي ازدان بأقواس النصر ورايات حزب الله. يعني دائما الأمل كان موجود، الحمد لله، هذا شرف وعز لنا أكيد. فخر أهل أحمد مزهر بعودة ابنهم لا توصف. إنه ما رجعنا من الأسر ولا من أي معركة إلا لنرجع على المعارك اللي هو بيطلبها منا، ونلبي النداء بأي وقت وبأي ساحة. آخر أسبوع قبل التحرير كان أصعب من 9 أشهر أسر على أهل الأسير المحرر حسن طه ابن بلدة الهرمل البقاعية. بداية الأسر كان تأثر العاطفي، بس طبعا مع الأيام ومرور الأيام لا بالعكس صرنا على يقين أكثر، وصرنا على اطمئنان أنه في رجعة. كثيرة هي الذكريات التي يحملها الأسرى المحررون معهم إلى عوائلهم، ذكريات سيخطها المجاهدون في كتاب حياتهم بحروف من مصر، مصر على عدو غبي على حد تعبيره.